وهذا الوضع هذا. اليوم معي واحد الشابة جات من مدينة مراكش باش كتقلب على واحد الحل ديالها. وأول حاجة كتقلب عليها هي الخدمة، بعد ما عانت بزاف مع الزوج ديالها اللي كانت كيعنفها وكتكفص عليها. هي أم دخلت وجابت معها وليد وخلات البنوتة باش تقلب على لقمة العيش بعد ما الظروف كانت عليها صعيبة بزاف في مدينة مراكش. السلام عليكم. أنا الحمد لله. وخبي الاسم ديالك وفين ساكنة؟ اسم بوشرة الزرزوري، ساكنة في المحاميد. خاطر في عيسى وشكشية بوشرة؟ المحاميد، ساكنة في المحاميد مراكش. واخا بوشرة، قلنا شنو بتعلك بالضبط في مدينة مراكش؟ وكنت أنا عايشاش مزيان، كيضربني كيتكرفس عليا. شكون هو هذا الزوج؟ كيشك فيا بزاف، وداك الشيء كله ما كاينش. عاودي لي كيفاش تعرفتي عليه، كيفاش كان كيعاملك؟ كنت معاه خدامه معاه في العيون، خدامه معاه في العيون في الصحراء. تزوجنا على قصه حب، انتي كان معايا مزيان في الاول، ولدنا بنيه، بقى معايا مزيان حتى جات الكورونا تغير عليا. قلت لي خدمي، ضربني، خسر لي وجهي، صافي تفاهمنا وطلبت الطلاق. وشنو السبب ديال هاد المشاكل هاد؟ كيشك بزاف، كيشك بزاف. كيشرب كيتحشش، كيشرب كيتحشش. إيه راجل ماشي فيه، مريض مريض. شحال من سنة تزوجتي؟ شي 15 عام. 15 عام كنتي متزوجة؟ وأنا مستحملة. وأنت مع زوج الوليدات؟ قلت لي بأنك كنتي خدامة، شكون اللي كان كيسرق هو ولا أنت؟ كنا أنا وياه بجوج. أنا وياه كنا بجوج. شنو المعاناة ديالك؟ عاودي لي شنو المعاناة اللي كانت عندك معاه؟ كتكرفس عليا انا والقهر ديال اليوم الضرب وهذا، ما بقيتش مستحمله العيشه معاه. اما وكاين فاخ كيصرف، ولكن في الاخر ما بقاش معايا مزيان. الشك ديالو والغيره هي اللي خلاتني نطلب الطلاق. كيفاش جيتي لبديت الطلبات؟ حنا جيت درت سيفي على الخدمه وصيفطوا لي باش نخدم. عاودي لي شنو كنتي خدامه تما وكيفاش جيتي؟ كنت كنخدم تما في مرجان، من مرجان صيفطوني هنا لكازا. وكت صافي صافي جيت لكازا ما لقيتش الخدمه، عانيت بزاف، جلست في اوتيل، ما بقاوش عندي فلوس، ما بقاش عندي فلوس، اضطريت نخدم في الديور، ما قبلونيش على ود الدراري صافي. وديك الشيء باش اتصلت بكم نتوما باش دابا الحاجه كيفاش كتعيش؟ كنعيش مكرفصه مشرده، ما عندي ما ناكل ما نشرب، ما ناكل ما عندي ما ناكل ما نشرب، مكرفصه. انت شت دابا فين كتباتي؟ كنبات في قهوه. معاناه لا يرثى لها. تكرفص اختي، هذا عام تقريبا وانا شحال جيت في الدار؟ ماشي عام، عام وانت كتعيشي غير في الزقه. انتي ولاد مدينه وهذا في عندك بنيته، علاش كلشي معاك؟ صافي ما كتقرا، هي كتقرا كتقرا كتقرا، ما بغيتش نضيع على المستوى ديال الدراسي صافي. كيفاش كنتي تفرقي مع بنت؟ باقا صغيرة، باقا صغيرة. واخا أنا راني، واخا أنا راني ما قداش على فراقة، فهمتي؟ ما مستحملاش العيشة من غير وليداتي، خصني نرجع كي كنت للدار، واكلة شربة بحال جميع المغربيات، ما خصني حتى شي حاجة، ما نتحرم حتى من حاجة، ولكن دابا عايشة في حرمان. كيفاش تجي عرفتي ولا كنتي باغي غنمشي ولا شنو؟ لا لا، غير الوالده اللي هادشي المعاناه ديال الزوج هي اللي خلاتني نهرب. واش هو بخبار بانك مشيتي لكازا ولا هربتي ولا؟ لا انا هربت، هربت انا من تما. هربتي؟ هربت. هو دابا ما بخباروش بانك؟ ما بخباروش، هو ما بخباروش انا هربت. واش خاص الناس تفهم القصه ديالك؟ حبس ديال الناس والمعاناه ديالك. كيفاش هربتي؟ باش الناس تفهم. هربت من خلال هربت من خلال المعامله ديالو اليوميه، الضرب والقهر والشتم، ديما يوميا العذاب، ما عمرنيش انا شفتو معاه مزيان، داكشي باش طريت. شو الطلب ديالك ما تسيبوش؟ دابا باغا خديمه، باغا نستقل، باغا خديمه، باغا خديمه، باغا باغا خدمه، باغا الناس تعاونني، نرجع بوشرا كي كانت في الاول. رقم التليفون ديالك 06 81 49 57 57 47.
هذا هو الرقم ديال البشره اللي بغى يتواصل معاها او يعاونها او يدخل في المشكل ديالها. مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه البث المباشر، ان شاء الله نلقاكم في البث المباشر الاخر. الى اللقاء.